السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذا الفيديو عن حقيقة انتقال اللاعب المصري محمود تريزيجي إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، وحقيقة العرض المقدم له من نادي شالكة الألماني، وما هو النادي الذي يفضل تريزيجي الانتقال إليه. كشف محمود حسن تريزيجي لاعب منتخبنا الوطني امتلاكه 4 عروض رسمية للانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها ليستر سيتي الإنجليزي ونادي شالكة الألماني، بالإضافة إلى أنه تحدث مسؤول أندية وستهام وليستر سيتي واتفورد مع نظائرهم في أندرلخت البلجيكي، والذي لا زال تريزيجي على قوته بعد اتفاق الأخير مع إدارة نادي على الرحيل عن الفريق بشكل نهائي، وذلك عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك حسب ما صرح به أحد المقربين من اللاعب. ويقدم تريزيجي مستويات رائعة مع قاسم باشا حتى أصبح أحد أهم المحترفين في الدوري التركي، كما يحجز اللاعب مقعدا أساسيا في تشكيلة المنتخب المصري. ولكن في تصريحات خاصة للاعب أكد أنه لم يحسم الأمور ويفضل أن يرتب أوراقه بعد كأس العالم مباشرة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الصلاة على النبي لعلها تكون شفيعة لنا يوم القيامة، ودمتم في أمان الله.